بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن حناخذ مثال متكامل عن أوبجكت ونطبع مخرجات عن طريقه عشان نوضح الصورة. خلينا نرجع ناخذ كذا نظرة سريعة. الكلاس اسمه كار، فيلو كونستراكتور اسمه كار، وياخذ باراميتر واحد. عندك سيت سبيد تعمل تقريبا نفس عمل كار، وعندك جيت سبيد ترجع لنا السرعة الحالية. طيب الآن لاحظ معي، لو أنشأت كار كامري إكوال نو كار، الآن نحدد السرعة خلينا نقول 100. الآن أنشأنا الأوبجكت جميل اللي اسمه كامري وأعطيناه السرعة 100 لأنه الكونستركتور حقه فيه له بارامتر واحد. الآن لما أعطيناه 100 هنا، 100 تم تخزينها في سبيد تبع الأوبجكت مين؟ ذيس في حالتنا هذه مين؟ اللي هو كامري. جميل. السطر التالي ممكن إحنا نقول إنت إس بي مثلا ساوي كامري دوت جيت سبيد. لاحظ ايش سوينا، عرفنا متغير انتجر اسمه اس بي. ليش انتجر؟ لانه جيت سبيد ترجع انتجر. جميل، عشان كذا نستقبل القيمه، وسبيد نوعه ايش؟ انتجر. الان الداله جيت سبيد حترجع لنا السرعه، حترجع لنا قيمه السرعه. قيمه السرعه كم؟ احنا ارسلنا السرعه ب 100، يعني معناته العباره هذه حترجع لنا 100 ريتيرن، وحترجع لنا 100 وتتخزن في اس بي. جميل، نيجي نقول له سيستم دوت اوت دوت برنت اس بي. لاحظ الان قلنا له اطبع لنا، شغل. لاحظ طبع 100. طبعا هذا النص اللي يجي هنا بيلد سكسسفول ممكن انت تتلاشاه باستخدام داله غير برنت اللي هي ال ان، اضافه لها برنت لاين اللي هي زي برنت بالتمام بس تعطي سطر جديد. لو شغلنا لاحظ حتطبع لنا الناتج في سطر الحالة. فطبعت 100، احنا طبعنا قيمة مين؟ احنا طبعنا قيمة اس بي، واس بي قيمتها 100. من فين جات قيمة المية؟ قلنا سرعة الكامري الان 100 لاننا حددناها هنا. فلما قلنا له جيت سبيد يعني رجع لنا السرعة الحالية، رجع لنا 100 وخزنها هنا وطبعها. هذا مثال جدا بسيط على انشاء اوبجكت واستخدامه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.